إذن مشاهدينا الكرام، نظرة تحليلية ومتابعة للعلاقات المصرية الصينية. معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الحكيم طحاوي، أستاذ العلاقات الدولية، عميد معهد الدراسات الأسيوية الأسبق. أهلا بك معنا دكتور. كيف ترى الآفاق الحالية والمستقبلية للعلاقات المصرية الصينية؟ حضرتك، مستقبل العلاقات الصينية المصرية، فأعتقد أنه الحاضر يثبت أن هناك نوع من أنواع التقدم الكبير الذي طرأ في العلاقات المصرية الصينية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ زيارته الأولى إلى الصين وبدء عملية الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين. هذه الشراكة التي فتحت الباب أمام عدد كبير من الاتفاقيات، فتحت الباب لأن تكون الصين من الدول المستثمرة وأكبر دولة تستثمر في محور قناة السويس، وبالتالي هناك نوع من أنواع التحول الكبير في العلاقات. نجد أيضا أنه تاريخ الحرير عندما أنشأت الصين اعتبرت أن مصر من النقاط المهمة في هذا التاريخ، لأن مصر بالنسبة للصين تعتبر هي مدخل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة أفريقيا بالكامل، خاصة في ظل التطور الكبير والنهضة الكبيرة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. التبادل الزيارات التي تمت في الفترة الأخيرة ما بين القيادتين المصرية والصينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنمية هذه العلاقات، كان الركيزة الأساسية للعلاقات المصرية تحديدا في المجالات الاقتصادية. لأن نحن لو نظرنا إلى المجالات الاقتصادية نجد أنها شملت العديد من المجالات. نعلم أيضا أن الصين بقوتها الاقتصادية الهائلة في العالم وتغلغلها في كل مكان، لأنه لا يوجد بيت اعتقادي إلا وفي منتج صيني في هذا العالم. إذا هذه الأشياء كانت من الركائز المهمة التي أدت إلى المزيد من التقارب. الصين شهدت أن مصر أصبح فيها هناك نوع كبير من البنية الأساسية، أصبح فيها نوع من الاستراتيجيات الكبيرة التي تتمتع بها، أصبح هناك نوع أيضا من الاستقرار الذي أتت به سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل هذه الأشياء أدت إلى أن الصين تنطلق نحو مصر، ومصر تنطلق نحو الصين في شراكة استراتيجية نجد الآن ثمارها. وما زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلا انطلاقة جديدة لهذه العلاقات. أفهم من كلام حضرتك دكتور أنه هناك تبادل تجاري واستثماري متعاظم، فضلا عن الزيارات المتبادلة بين الطرفين، يعزز ذلك البنية التحتية التي يعني أصبحت عظيمة في مصر، يعزز ذلك أيضا مجالات التنمية المختلفة على كافة الأصعدة في مصر، وأيضا خطة مصر 2030، هذه الاستراتيجية التي أصبحت جاذبة للدول سواء العربية أو كل الدول للاستثمار في مصر، وهنا أتحدث عن الشق الاقتصادي. حضرتك، الركيزه في التبادل الاقتصادي دائما ما بين الدول هي مساله الايه؟ توفر البنيه التحتيه. البنيه التحتيه من مصر، اصبحت مصر من اعظم الدول في اعتقادي، ليس في منطقه الشرق الاوسط فحسب بل في العالم كله، واصبحت من ضمن الدول التي تؤكد على وجود الركيزه والبنيه التحتيه فيها، التي اصبحت من المميزات التي تميز العهد الذي نحن بصدده. هذه البنية التي نحن فيها وما إلى ذلك من أشياء واستقرار سياسي نجده يؤكد على وجود مصر على خريطة النمو الاقتصادي. هذا النمو الاقتصادي الذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة يؤكد لنا أيضا على أن هناك نوع من أنواع الاستقرار التواصل الذي بدأت الصين أيضا تنتهجه نحو مصر. الصين اعتقدت أن مصر، وليس اعتقاد خاطئ بل اعتقاد صحيح ومهم، والأهمية بتاعته تكمن في الدعوات المتكررة واللقاءات المتكررة ما بين الرئيسين الصيني والرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، أنه مصر هي مفتاح القارة الأفريقية. لكي تنطلق إلى القارة الأفريقية لابد أن تأتي إلى مصر، مصر الاستقرار، مصر التي نشهدها الآن في مقدمة الدول في منطقة الشرق الأوسط. وهذا أيضا يضاف إليه أيضا العلاقات السياسية ما بين مصر والصين. نجد أن هناك نوع من هذا التوافق ما بين مصر والصين في العديد من القضايا التي تنتهجها البلدين، سواء على مستوى القضايا الإقليمية
أو القضايا الدولية، ونحن مقبلين على قمة المناخ التي تشهدها مصر. صحيح. وأعتقد أن مصر سوف تكون شريك حاضر في هذه القمة، مثلما حرصت الصين على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لحضور افتتاح الأولمبياد الشتوية، تحرص مصر أيضا على أن تكون الصين موجودة في قمة المناخ التي سوف تعقد في شرم الشيخ إن شاء الله في هذا العام. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الحكيم طحاوي، أستاذ العلاقات الدولية عميد معهد الدراسات الآسيوية الأسبق.